السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم مساء. أقف هنا وقد عرف بي الأخ الشاعر سعيد الصقلاوي أنني شاعر ذو مذاق خاص. قرأت منذ 4 أيام أنني شاعر العيون الجميلة، وتسميات عدة، ومتهم بالحداثة والتحديث. كل ما أرجوه، كل ما أتمناه، أن تسعدوا معي ببعض محاولاتي. أنا لست بشاعر، وقد سبقني إلى هذا القول أستاذي الأخ عبد الله بن صخر العامري. تحفر الأشواك في الزمن الآتي، عنوان القصيدة. موطني أدعوك من تحت الخناجر، وإلى زنديك من موتي أسافر. هامتي عنوان بيتك، هامتي عنوان بيتك، وفي قبضتي من سترة الريح تذاكر. من سعال التبغ أطفو، وإلى من سعال التبغ أطفو، وإلى جبهتي أخرج من جوف المحابر. تخبر الكثبان في جمجمتي وجهها خارطة حمر الدوائر. من هنا آتي وآتي من هنا، دلني أرجوك عن أي المعابر. فيك أفنى أرتمي سنبلة، تحفر الأشواك عن منقار طائر. عن ندى يغزلني مزرعة، عن ندى يغزلني مزرعة، ومهبا يعزف الريح بشائر. فيك أمتد طريقا أنهمي، كرمة عصفورة مشروع شاعر. هاك شكلني، هاك شكلني كتابا وردة، أي شيء أي تشكيل مغاير. ليس تدري الآن ما اسمي، ربما كنت من عيلان أو من بيت عامر. فتهجيت كتاب المنحنى قبل أن تحلم بالحبر الدفاتر. تبتني هجس الحصى فلسفة، للتحدي تنتقي نوع المنابر. آخر الحرب كبدء الحرب، لا يبتدي النصر ولا للحرب آخر. هذه الموضة أعراس بلا، أي عرس هكذا الموت المعاصر. أيها الأسواق، من ذا ها هنا؟ إنها ملأى، ولكن من أحاور؟ كل شيء رائج منتعش، هل سوى الإنسان معروض وبائر؟ تلك أصوات أناس لا أعي، أي حرف أصبح الإسمنت هادر. يا فتى يا ذلك الآتي إلى غيره يرنو صباح الخير صابر. صلوات النفط سفيانية، والمصلى لحم عمار بن ياسر. البسوس تستحم بدموع عربية. يا ناقدي، من ذا يقول لشاعر ما زال يجهل لعبة الأفكار؟ انزل، فقد عقر البعير، ولم يعد في البيد إلا كل ذي إظفار. واقرأ كتابك، لست أول قارئ يتلو الكتاب،
ولست آخر قارئ. صرنا بأسواق الكلام بضاعة راجت قوافلها بلا تجار، زعموا التسكع في المواكب راية حمراء تسقى من دم الأحرار، وتواثبوا فوق المقاعد وامتطوا نوق السباق ومهرة السمسار، جثموا على صدر القصائد عنوة، جثموا على صدر القصائد عنوة، يتسترون وراء كل شعار. مالوا فما ملنا ومن ذا يدعي، إنا نهزنا دلونا في القاري، شرفت ضمائرنا وجل يراعنا أن يرتدي يوما ثياب العار. بيض الصحائف لا يشوب كتابنا إلا الذي في الكتب للأبرار. يا شعر إني قد مهرت قصيدتي بدم غمست نقيعه في النار.